هذه المدارس فيها آلاف النازحين، آلاف النازحين. في ناس هناك عالقة، في ناس هناك عالقة يا شباب. بالفسفوس. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي عشان يطفوا فيها الفسفور. هيا الفسفور. مرة ثانية. هاي فسفور، هيا يا جماعة. فسفور على مدرسة كان هاي. هاي على الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. الفسفور اللي اجت على البيوت المجاورة لمدارس فيها آلاف النازحين. مش طبيعيين الناس. ياخذ هيك مرتين وأمن حالك. اجيب لك شو اسمه هذا؟ لا لا لا. لا 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 كله تمام. صحفي يا عمي.